ولذلك لازم عليه يعني أن يعمل بسرعة. الوتيرة لازم تكون سريعة جدا. وزيد على ذلك أنا نظن هذا الاستقبال ولو ما زال ما عندناش معلومات كثيرة على ما جار بينه وبين رئيس الجمهورية، ولكن أنا نظن أن أيضا هذا الاستقبال كان يعني أيضا لأن إننا على يومين أو يعني يومين نعم يومين نعم. على حد التعبير قبل يعني إعلان الفائز باستقبال كان 2025 و2027، أنا نظن ستكون هناك حتميا قرارات، وهذه القرارات تخص خاصة الدولة، لأن أنت تعلم أن الفيدرالية لا تستطيع أن تفعل شيء بدون يعني استشارة السلطات العليا. هل الفيدرالية ستسحب ملف الجزائر بعد أن تبين أن هناك يعني في الكواليس يعني أشياء غير رياضية ستقام ويعني تحك ضد الجزائر، أو هل الجزائر يعني تثبت ملفاتها حتى الأخير؟ وهذا الشيء سنعرفه في 24 ساعة القادمة إن شاء الله. ولكن نعود ونقول أن هذا الاستقبال من طرف رئيس الجمهورية يدل أن وليد صادي عنده كل الدعم من كل الأطراف. نعم، ودائما ما نتحدث زين عامر عن الإرادة السياسية لمرافقة القائمين على الكرة في بلادنا من أجل النهوض بها، هذا هو العنوان ربما بادرة حسنة من طرف رئيس الجمهورية تنم عن إرادة سياسية حقيقية للدفع بعجلة الكرة في بلادنا مع قدوم رئيس جديد شاب بطموحات. نعم، قدوم رئيس بطموحات هذا الشيء جيد، ولكن دائما ما كنا نقول أن هذا يعني لا يكفي، لأن بدون خاصة هذا الدعم وخاصة يعني الإرادة السياسية المحضة، لأن القوانين شيء والتطبيق شيء آخر. أنا نظن اليوم وليد صادي بعد هذا الاستقبال سيكون عنده يعني نظن البطاقة البيضاء، تريد القول البطاقة البيضاء؟ نعم البطاقة البيضاء، خاصة لإعادة خاصة احنا هذا وين بدينا يعني بداية موسم، إعادة ترتيب كل شيء في يعني في الفيدرالية، في الرابطة، في يعني تقريبا كل الهيئات الكروية في الجزائر، وذلك في ظرف وجيز. لأن نأكد لك الأخ حسام أن ما عندوش الوقت، لأن تخيل أنت احنا دائما ما نقول 4 سنوات غير كافية، وزيد على ذلك انت يعني السيد وليد صادق عنده الا 18 شهر، ولذلك التركة ثقيلة نوعا ما ايضا. نعم، خاصة في الآونة الأخيرة شفنا مركز سيدي موسى يعني الحالة التي آل إليها، شفنا المنشآت، زيد على ذلك أنا نظن حتى الوزارة عندها أيضا قسط من المسؤولية لما تشوف اليوم المنشآت التي يعني تقريبا حديثة يعني النشأة، لما تشوف ملعب براقي، تشوف ملعب ميلود هدفي، وتشوف الملاعب التي هيئت للشان، كيف يعني الوضعية تاعها ولات يعني حالة يعني كما نقولوا يعني ليطات على لي فلوس، كيف ولاو يعني في ظرف وجيز من يعني من الأحسن إلى الأسوأ في ظرف تقريبا 4 أشهر. هناك يعني تساؤلات، أنا الإنسان يتساءل من المتسبب، وهل هناك يعني أيادي تقريبا راح تنقول لك هي اللي تقريبا يعني مسؤولة على هذه الأشياء. اليوم أنا نظن هناك مسؤولية كثير من الناس، لازم هاد الناس اليوم يا يعدلوا نفسهم، يا لازم علينا اليوم يعني نغيروا هذا المنظومة. يعني الأكيد أن رئيس الفاف سيقوم بحملة تطهير موسعة كما نعم ربما قال. لا محالة لي يعني شيء آخر إلا تطهير من يعني لازم يعاود كل شيء تقريبا من الصفر. ولذلك اليوم هو عنده تقريبا نية صادقة لما تسمع يعني تسمع التصريحات نتاعو الأخيرة. احنا نتمنى إلا أن يجسد التصريحات إلى أفعال واقعية، ولذلك نظن إذا جسد كل هذا الشيء وقدر يحمي المنتخب الوطني ويحمي جمال بلماضي ويخليه يعني يعمل في ظروف جيدة، نظن ما يقدر إلا أن يعني ينجح في المهام تاعو. وحنا هذا ما نتمناه للسيد وليد صادي، لأن يعني نجاح وليد صادي هو نجاح الكرة الجزائرية وإعادة النهوض بالكرة الجزائرية، ويعني هذا هو احنا ما نتمناه. واستقبال رئيس الجمهورية اليوم لرئيس الفاف بقدر ما يعطي ربما
جرعة معنوية لرئيس الفاف بقدر ما يؤكد أيضا ثقل مسؤولية رئيس الفاف. نعم. المسؤولية الملقاة على عاتقه يعني. نعم رئيس الفاف تقريبا منذ زمن نحن نقول أن لما تكون رئيس فيدرالية راك بمثابة تقريبا وزير جمهورية، لأن تعرف أن كل جزائريين يعشقون الكرة إلى الجنون، والكل يتابع أخبار الكرة، يعني الصغير والكبير والمسؤول والعامل، يعني الكل يتابع شؤون الكرة، ولذلك نظن هناك مسؤولية كبيرة، هناك أيضا يعني إعادة لما لا يعني شم اللم بين كل الفاعلين في كرة القدم. لم الشمل. نعم لم الشمل يعني لكل الفاعلين بعيد عن الانشقاقات وبعيد على كل ما كان يحاد في الآونة الأخيرة. احنا نتمناو يعني تكون ينكالمي تقريبا، ولا كما قلت يعني هذا الاستقبال من طرف رئيس الجمهورية، وخاصة في هذا الظرف، لأن رئيس الجمهورية استقبل وليد صادي تقريبا يعني بعد يعني ابري لانترونيزاسيون تاعو على تيد لا فيديراسيون تقريبا شحال عندنا 72 ساعة بعد ان يعني انتخب على راس الفيدراليه استقبل من طرف رئيس الجمهوريه. لم يتسلم مهامه بعد، هذا يؤكد انه في حماس من طرف رئيس الجمهوريه والدوله الجزائريه عموما لمرافقه. نعم. الرجل هذا ما يدل ان الدوله يعني اليوم تقريبا نقدر نقول لك راهي رمات كل يعني ثقلها كما نقول. نعم ثقلها في هذا الرجل، وهي تاكل على هذا الرجل لاعاده يعني هيبه الكره الجزائريه في اقرب وقت، خاصه ان اليوم لما تشوف احنا عندنا يعني كثير من المؤشرات الإيجابية، كان خصنا إلا يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن أنا نظن مازال ما يعني إعادة ترتيب البيت هذا وين بدات، يعني كان ما كانش عندنا رئيس، اليوم عندنا رئيس فيدرالية، اليوم إلا عليه بعد أن يتسلم يعني المنصب من طرف الأمين العام الذي تقريبا نقدر نقول لك أيضا هو لازم يتنحى من منصبه، نظن عليها يعني بإعادة تعيين الناس اللي عندهم كفاءة والناس اللي يقدروا يجيبوا إضافة في يعني وقت قصير، لأن اليوم حان الوقت، خاصة أن المنتخب الوطني عودنا يعني إعادة تشبيب، وعندنا مدرب عنده كفاءة، يعني الكل يعني يقول أنه قادر على قيادة المنتخب الوطني إلى بر الأمان، ولذلك اليوم نتمنوا ان يعني وليد صادي بهذا الاستقبال يكون عنده هذيك يعني كما نقولوا احنا ما نقولكش الاراده، ولكن يكون عنده هذيك لا فورس يعني القوه والنجاعه باش يقدر يعني يعمل كل شيء في هذا يعني تقريبا في هذا الشهر المقبل، لان نحن مقبلين على تواريخ مهمه ومهمه جدا. صحيح وذاك كذلك، شكرا جزيلا لك زين عامر على كل